كل أحلام أردوغان وأطماعه في السيطرة على الموانئ النفطية وثروة بلادنا ليبيا ستقابله قوات الجيش الوطني بيد من حديد، فكل من تسول له نفسه في العبث أو سرقة مقدرات الشعب الليبي سواء كان أردوغان أم السراج وميليشياته فليعلم أنه سيجابه جيشا بكامل عدته وعتاده. ومن هذا المنطلق وبناء على تعليمات القيادة العامة للجيش الوطني، أرسل آمر القوات الخاصة الصاعقة جنود وضباط القوات الخاصة، وذلك من أجل تأمين كافة الموانئ النفطية ومقدرات الليبيين. تأمين الحقول النفطية على بركة الله سنبدأ في هذه اللحظات للانطلاق لبلاد النفطي ونقوم بتأمينه والاستطلاع على العدو ومعرفة طبيعة الأرض، فالكل يكون مستعد لأداء هذه المهمة. حيث أعطى أمر القوات الخاصة تعليماته لكل منتسبي الصاعقة ببذل كل ما في وسعهم من تأمين ثروات ليبيا من الأيادي السوداء والخائنة من ميليشيات السراج ومرتزقته السوريين الإرهابيين. ومن خلال هذه التحشيدات التي تقوم بها القيادة العامة لقوات الجيش الوطني لحماية تراب الوطن وثرواته من المعتوه أردوغان، فإنه من الجنون مجرد التفكير الهجوم على الخطوط الحمراء ليس للجيش فقط بل لكل الليبيين. علي الفايدي، ليبيا الحدث.